إلى أين بهذه العدة كلها؟ سأذهب لتدرب على الرماية بالقوس. أما زلت تحتاج إلى التمرين؟ يظل الإنسان طوال عمره محتاجا للتمرين. هل انتقيت هدفا صعبا تتمرن عليه؟ سأرى إن كنت أستطيع إصابة هذا الحصان بعد أن تنطلق به. ماذا تقصد؟ كان مصرا على أن يذهب بدلا منك. قال إنه لا يليق بملك أن يذهب في مهمة كهذه وحوله ما حولك من الفرسان. هذا هو معنى أن يكون لي أخ. ولكن كيف عرف؟ أنا التي أخبرته. متى أخبرته؟ أمس ليلا لم يكن قد علم بالأمر، وكنت قد ذكرته بوجوب رحيله. بعد أن خرج من مجلسك ذهبت إليه. إلى حيث ينام؟ أتخاف علي أم تشك بي؟ أنا لا أفهمك. افهم أمرا واحدا فقط، هو أنني أحبك. هذا الحب يتحول إلى حصار حين يختبئ خلفه عصيان الأوامر. لا أحد يعصي لك أمرا يا حبيبي. أنا أخبرت الزير بنيتك في الذهاب إلى بئر السبع لأنني أحبك وأريد سلامتك، وهو ذهب بدلا عنك للسبب ذاته، لأنه يحبك ويريد سلامتك. وأهلك يريدون سلامتي أيضا. ما من أحد بينهم إلا ويريد سلامتك ودوام عزك، فانسى مسألة البسوس الآن. بعد أن تنفذ أوامري فلا تسرح ناقتها إلا بأمري.